الإقلاع إلى الداخل، إلى السماوات الداخلية في النفس. هي دي عندي أخطر ألف مرة من رحلة اقتحام السماوات اللي برا دي، لكن اللي أخطر من كده السماوات الداخلية، إن الإنسان يرتحل إلى داخل نفسه. أنت ما قلتليش يا عم بدري، أنت إيه حكايتك بقى بالظبط؟ أنت إيه حكايتي دلوقتي؟ أنا حكايتي اتأخرت، وحكايتك أنت هي اللي اتقدمت، بس الحكاية هتكبر. وفي حكاية خالص عشان تكبر ولا تظهر؟ صدقني مفيش حاجة. مفيش؟ ده كل حاجة بتبتدي من مفيش.